جسلم لي على الحاج ربيع. السلام عليكم. السلام عليكم. فين؟ صدقت انك ظابط من دلوقتي هتفترع على الغلابه؟ مش ندفع حق القصب؟ يا صاحب المحل يبقى ولد خالي يا انت. ولد خالك عاد وجاي تشربني قصب؟ شربني كاكتيل يا اخي. ايه الكاكتيل ده؟ الكاكتيل ده كوبايه فيها جميع انواع الفاكهه، بطيخ، اسناس. اسناس؟ اللي هو الاناناس يعني؟ ايوه اسناس، اناناس ما هتفرقش يعني. علي النعمه، انت اللي قال لك تقدم في كليه الشرطه ظلمك. ليه عاد؟ بدلة الظابط ما تخيلش عليا، ده انا مولود باشا. انت ما يخيلش عليك غير قميص السرايا الصفرا. انا مش عارف انت طلعت لي منين. تعال صاحبك يا جدع.